مشكلة ان في ناس كتير جدا بتبقى عايزة تتدين، مفيش مشكلة خالص، وعيالها يتدينوا مفيش مشكلة خالص، بس ما تقربش جنب الحياة الاجتماعية، يعني دين المحراب بس. طول ما الدين جوه المحراب هو ما عندوش اي مشكلة. يعني ايه دين المحراب؟ يعني التزم بس ما تغيرش لبسك، التزم بس ما تغيرش شكلك، التزم بس ما تغير ليش طريقة أفراحنا، التزم بس ما تقول ليش إن الفلوس بتاعتي دي فيها مشاكل وإن البنوك فيها مشاكل والربا المعرفش إيه، التزم بس ما تغير ليش في الحياة الاجتماعية بتاعتنا، التزم زي ما أنت عايز من غير ما تغير لي في الحياة الاجتماعية. عارف حضرتك الصحابة كانوا هم الصحابة عشان خاطر مش كده، الصحابة عشان كانوا هم الصحابة عشان خاطر مش كده، كان عندهم استعداد يغيروا أي حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان دينهم. حاجة بقى لها علاقة باجتماعياتهم، كانوا مش بيعزلوا عشان خاطر الدين، كانوا بيهاجروا عشان خاطر الدين. عمرنا ما سمعنا ان في صحابي راح قال لبنته لا انا شايف ان الحجاب ده تشدد، محدش عمل كده، محدش عمل كده، كانوا خير ناس. مين ينفع نمشي على خطاهم؟ ينفع نمشي على خطاهم؟ تيجي تقول لي ايه ما انت اختزلت برضو الفكرة كلها. اقول لحضرتك انا عارف، ما انا شغال في الدعوة من زمان اللهم لك الحمد من 2005، واحنا 2021 يعني من 16 سنة اللهم لك الحمد. جل مشكلة الناس الاهالي مع ولادها اللي بيلتزموا الحاجات الاجتماعية، بيقول لنا الاغاني حرام، مش عايز يحضر افراح، مش عايزه تحضر الفرح، مش عايزه تلبس فستان، مش عايزه تسمع معانا المعرفش ايه، مش عايز تخش معانا السينما ميد نايت، مش عايزه كذا، مش عايز يسلم على بنات عمته، مش عايز تسلم على بنتها، مش عايزه تسافر الا بمحرم، مش عايز. هي دي مشاكل. مفيش واحد بيزعل ان بنته هتصوم بكره، تمام؟ في برضه بس مش كتير يعني، تمام، شفتها يعني. مفيش واحد هيزعل ان ابنه هيصلي ركعتين زياده، انما لما ما يسلمش على حد بنت مثلا في مكان عام عشان خاطر حرام هيزعل. طب وتزعل ليه؟ طب ادعمه، ده هو بيعمل حاجه حلوه. يعني حتى لو كان حضرتك ما قدرتش تلتزم بيها، بس هو التزم بيها، طب ما افرح له، ما افرح له. فلو سمحت حاول تحافظ على ده، حاول تحافظ على ده، ان انت تدعم ابنك وتدعم بنتك وما تشترطش عليهم مساحة الهداية. لا، الهداية هم يدخلوا فيها بالكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.